رح ننتقل لمساحتنا الجديدة رشا، ودائما نحن بنحكي عن الأطفال ومنخصص لهم مساحة خاصة كيف نحن ممكن نهتم بنفسيتهم. دائما بنقول الطفل انه هو نتاج تكيفه وتفاعله مع أسرته، مع مدرسته، او حتى مع الأقارب، ودائما في هيك مصطلح عريض بيحكوا فيه عند الأطفال هو التكيف الاجتماعي. ده أكيد نرمين، ونرجع بكل فقراتنا منقول نحن التعويل الأكبر هو على الأهل. الأهل يعني على، خلينا نقولها بالمثل العامي، نحن اليوم شو زرعنا رح نحصد بهذا الطفل، إن كان سلبي أو إيجابي، إن كان خير أو شر. صحيح. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بيسعدنا نرحب بغالية السعيد، وهي دكتورة في علم النفس. يسعد صباحك يا غالية. صباح الخير. صباح الخير. صباح سعادة دائما يا رب. تمام، رواق الحمد لله. إن شاء الله دوم نورتي صباحنا اليوم. عم نحكي اليوم عن مصطلح بيرافق الطفل من الأشهر الأولى، وبنقدر نحن من خلال هذا المصطلح اللي نحن من خلالك أكيد رح نتعرف عليه بشكل أبسط. خلينا نحكي قبل ما نفوت بتفاصيله شو هو التكيف الاجتماعي. تمام. اولا يا صديقتي، بالنسبه لكلمه التكيف الاجتماعي احنا بتوقع كثير بنستعملها بحياتنا، بتقولي انه انا ما عم بتاقلم، ما عم بتكيف، ما عم بصير في عندي هذا التعود، او خلينا نقول هي الكلمه العاميه اكثر اللي هي كلمه التعود. تعود تماما، انه انا اتعود على مكان، اتعود على شخص، اتعود على سلوك، على موقف او على اي شيء، وبالتالي انا اقدر اتكيف معه واتناغم معه. فتعرف التكيف الاجتماعي على انه هو تقبل الانسان بكافه الظروف والمعتقدات والمبادئ والاساسيات لموقف ما او لمكان ما او لشخص شخص ما. فالفكرة أنه أنا دائماً أكون شخص عم بقدر أتأقلم مع شيء. والأصعب أو النقطة الأهم من كلمة التكيف الاجتماعي هو التكيف الذاتي. يعني أنا قبل ما أدخل بنقطة أنه أنا كيف بدي أتكيف مع المجتمع أو المواقف، هي فكرة أنه أنا كيف أكون عم بعمل أتكيف مع ذاتي أنا، مع نفسي. يعني إلى الآن عم تلاقي كتير أشخاص عم بتعاني من فكرة أنه أنا كيف ممكن أتكيف مع ذاتي. ليش عم بيعاني؟ معناتها بنرجع نحن لل تماما طفولة. حلو. فنحن قبل ما نبلش نقول الفكرة انه كيف نعمل تكيف اجتماعي مع الاطفال، بدنا ننتقل لفكرة انه انا ما عم بعمل تكيف ذاتي مع حالي. بترجعي للطفولة، كيف انه انا ما كنت متقبلة ذاتي، ما كنت متقبلة وجودي، ما كنت متقبلة معتقداتي، مبادئي، الاشياء الحلوة اللي موجودة فيني، او بالاحرى ما عم بقدر اكتشفها، ما عم بقدر اتعامل معها، ما عم بقدر الاقي حدا ممكن يساعدني لحتى اتقبلها واكتشفها. اذا عندي نقائص بشخصيتي وهذا شيء اساسي وطبيعي عند اي انسان، اقدر اتكيف معها، اتعامل معها على انه شيء قابل للتعديل او قابل اني انا يعني اعطيه مستوى اعلى او افضل. فبالمجمل قبل ما يكون فكرة التكيف الاجتماعي مع أي شخص أو مجتمع، هو فكرة أني أنا أتكيف مع ذاتي، ومنها بنقلها للأطفال ليطلعوا بعد منا على مجتمع آخر. تمام. لما نحكي عن الأطفال، يمكن الظروف يلي بيمروا فيها والأشياء لازم يتكيفوا معها هي مختلفة كليا عن الكبار، فكنا إحنا عم نحكي عن الأطفال، شو هي المؤشرات اليوم أو العلامات يلي بتخلينا نستدل من خلالها أنه هذا الطفل غير متكيف؟ تماما. لا صراحة السؤال كتير مهم، لأنه أكيد كل أم رح تسألك أنه أنا كيف ابني بدي أعرف أنه هو ما عنده تكيف. أولا بتلاقي الشخص في عنده نقص شوي بالحالة الاجتماعية اللي موجودة عنده، يعني بيحتاج غالبا الأطفال عنده فكرة الخجل أو عدم الاجتماعية المباشرة واردة، ولكن في أطفال بتلاقيها زايدة عنده. كيف عندي مؤشرات أعرف أنه ما عنده تكيف؟ بلاقي أولا سلوكه الاجتماعي هو غير جيد أو غير مقبول نوعا ما، ما عنده سهولة بالدخول بالمجتمعات، بالتعرف، بالحديث، بلاقي صعوبة أحيانا باللعب مع الأطفال، بلاقي صعوبة أحيانا بالحديث مع ألعابه، بلاقي صعوبة أحيانا بالحديث مع الأم ومع الأب، غير قادر على إنشاء علاقات طيبة، بيخاف، عنده انطوائية، عنده عزلة، عنده عدم فكرة أنه أنت لما بتقولي له أشياء حلوة عن حاله فهو بيستغرب أو بيستنكرها. خلينا نأخذ أمثلة. تماما. يعني مثلا إذا أنت قلت له أنه أنت كتير ولد شاطر، أنت كتير حباب، شوف روح تعال نلعب مع الأطفال الثانية، تعال نجرب مثلا، نروح تلاقي بيطلع فيك هاي النظرات بيقول لك لا ما بدي. فهو دائما بيصير بيقول لا ما بدي ألعب، لا ما بدي روح، لا ما بدي ساوي، طب تعال نجرب كذا، لا ما بدي. وإذا حاولتي أنك أنت تدمجي مع أطفال ممكن يكونوا بالعيلة، يعني ممكن يكونوا أولاد عم مثلا، أولاد خالة، فبتلاقي أنه مو فورا عنده هذا الاندماج، فبيضطر أحيانا يأخذ شوي وقت حتى يقدر يدخل معهم ويعمل علاقات طيبة. وبتلاقي نقطة كتير مهمة هو سريع الغضب أو سريع الانفعال وسريع الابتعاد، يعني حتى لو اندمج وتكيف معهم بعد فترة بسيطة إذا صار أي موقف ما عجبه ممكن ينسحب بطريقة كتير مزعجة أو غير جيدة بالنسبة له. ودائما بصير بيحكي ألفاظ غير حلوة عن حاله، أنا مالي حلو، أنا مالي شاطر، أنا ما عم بعرف أعمل هاي الشغلات اللي عم تحكوا عليها، ليش هيك عم تحكوا عني، أنا ما بعرف أعملها. وأي طلب ممكن تطلبي منه بيقولك ما بقدر، ما بعرف، علميني، أو يمكن ما بدي أعمل. فدائما بتحسيه هو أساسا مبتعد اجتماعيا،
ما بيحب الخلطة، ما بيحب كتير، فهون إشارات كلها بتقولي إنه الولد عنده مشكلة بالتكيف الاجتماعي وما عم يقدر يتأقلم مع الأطفال أو مع المجتمع. هلا ذكرتيني بحالة بعرفها أحد المحيطين فيه، هنن بنتين صغار توأم، البنت مثلا هي منطلقة وبتحب تسأل، ولكن هنن بنتين فبتلاقي إجباري وحدة يمكن بيقولوا الناس مثلا انه احلى من وحده. البنت مثلا كانت عم تقول صغيره انه بيقولوا لي مثلا رفقاتها انه اختك احلى، انه شعراتها احلى، عيونها احلى، هي تعتبر انه هي ما انا متكيفه او ما انا متقبله ذاتها. حلوه كثير الفكره. هلا هون الفكره قبل التكيف هي عدم تقبل للذات اساسا، يعني البنت لما عم تسمع هاي الكلمات فما عم تقدر تعمل اسقاط على حالها انه انا كمان شعري حلو او انا كمان شكلي حلو. ليه ما عم تقدر؟ لانه عم بيصير عندها المقارنه، والطفل عدوه الاول هو المقارنه. نحن ما بنعرف قديش انت لما بتعملي مقارنه، خاصه انه هو عم ياسس ليعمل خبرات، يعني هو ما عنده خبره لسه، ما عنده هاي القدرات ليعمل خبرات لتقدر تقارنيه بطفل اخر، خصوصا عم تحكي عن توام يعني اخت تماما، يعني توام خاصه اذا توام يعني احساسهم ومشاعرهم بتكون نوعا ما مشتركه. فانا لما بدي قارن بالشكل او لما بدي قارن بالحركات او بالاشارات فطبيعي يصير عنده هاي حاله النقص، وبالتالي حاله النقص ما في حدا عم يرممها، تنتقل لعدم تقبل للذات، بعد فتره توسع الفجوة أكثر، بتصير عدم تكيف مع الذات، بعد فترة بتزيد بينقلها للمجتمع، أنا ما بقدر أتقبل مع المجتمع لأنه مرة حدا قال لي أنه أنا شعري ما حلو. هلا أنت حتقولي معقول هاي الجملة البسيطة؟ إيه معقول هاي الجملة البسيطة؟ قديش مدمرة وقديش رح تترك أثر بنفسية الطفل؟ تعمل فجوة بداخل هذا الإنسان، وأنا متأكدة أنه كلياتنا بدون استثناء في كلمة مؤلمة سمعناها ونحن أطفال ضلت عم تدور ببالنا لكبرنا، لتدربنا، لتعلمنا، لعملنا تصالح مع ذاتنا، وصلنا لمرحلة نوعا ما اسمها سلام داخلي، لقدرنا نتجاوزها. بس أنا متأكدة هلأ إذا أحيانا بنسمعها نعمل هيك شوي تشيك، إيه أنا بزماني سمعتها وأثرت فيني هاي الكلمة. في شيء اسمه نعمة النسيان ولا كانت منيح تمام أكيد، لأنت بتذكريها بس بتروح مشاعرها، بس بتضلي إنه نوعا ما يمكن ما بقى تعني لي القصة يعني لأني تجاوزتها يعني. بس إمتى؟ بعد ما كبرتي وتعلمتي وتدربتي. طيب دكتورة اليوم في كتير بيواجهوا انتقادات وقت اللي كنا نحن عم نستضيف أي أخصائي نفسي ونحكي بموضوع الأطفال، فبيوقفوا عن جملة إنه نحن من الأشهر مفروض نتعامل مع الطفل تماما نفسي، يعني مع إنه علم النفس والطب النفسي اختصاصات النفسية كلها أكدت أنه الطفل بعمر الأشهر حتى لو ما كان مدرك بالكلام النطق إلى آخره ولكن هو إحساسه مدرك 100% يعني صح. خلينا نركز على هاي الفكرة كرمال كل حدا تعرضت هاي القصة الانتقادات كثيرة. هلا خليني اضيف يا سيدتي على كلامك الكثير لطيف انه مو بس من الاشهر الاولى، حتى اذا بدك من حمل، من اثناء الحمل، يعني اثناء يعني كنت لك بس جنين. كمال ما يعني لا بالعكس، حتى من لما بيكون جنين داخل رحم الام ببلش فكره التاقلم والتعود عليه والحديث والتدريب، حتى تخيلي انه بينزل مدرب على اشياء انت بتكوني مدربتي عليها، مثلا مثل انه انت تتحدثي معه، يكون عم يسمع صوتك، يكون عم يتاقلم معك، عم تخبريه بالاحداث اللي عم بتصير. كثير امهات صراحه جربتها اثناء الحمل انه تكون عم تتكيف معه، انه عم تخبره بالاحداث، اليوم رح نعمل كذا، اليوم رح نروح كذا. في امهات ممكن تخبره انه نحن اليوم انا وياك رح نتقابل بموعد، انا رحل عند الدكتور فانا رح اشوفك اليوم. فتخيلي قد ايه يعني قد ايه وصلنا لمستوى التكيف. هلا ممكن نحس تقول لك انه كانه شوي عم بتبالغوا وعم تعملوا شوي هيك يعني هرطقات او شيء، صدقيني لما هذا الطفل نزل على ارض الواقع كانت فكره الانسجام اللي بينه وبين والدته كثير رائعه، على الصوت، على النفس، على الريحة، على رائحة، كان الانسجام رائع. فهو يا سيدتي مو بس بيبدأ من الأشهر الأولى، هو بيبدأ من مرحلة الجنينية حتى بعد الأشهر الأولى كمان، مثل الفكرة اللي قلتي أنه هذا كائن ما بيستوعب، هو يمكن ما بيعبر كلاميا صحيح، بيستوعب كل شيء، بيقدر يتكيف، هذا بيته، هذا هاي أمه، هاي أبوه، هذا الجو اللي أنت معيشتي فيها فأنت عم بتقبلي، وحتى وأنت عم الأم عم تتعامل معه هي لازم تحدثه وتزرع فيه الكلمات اللي بدها إياها والكلمات، لأنه رح يكبر مبرمج عليها وحيتعامل فيها فيما بعد. هلا لما نحكي عن المدرسة دائما نقول إنه المدرسة هي البيت الثاني للطفل وإلى دور كتير كبير، ولكن للأسف عم نشوفها هي عم تكون مصدر كتير كبير لأذية طفلنا، يعني حجم التنمر يلي عم بيكون تماماً. يعني في طفل عم يتعامل مع عدد كبير من الأطفال يلي عم بيكونوا، فأكيد رح يرجع يمكن زعجته كلمة معينة، صفة معينة، يمكن حتى رفقاته ينبذوا ما يلعبوا معه، ما يلاقي هذا الانسجام. فخلينا نركز اليوم على فترة المدرسة ما بعد المدرسة، الأم كيف فيها ضل متابعة ابنها، كيف فيها تنطفه من هاي القصص السلبية اللي بتصير معه يوميا؟ تمام، كتير حلوة الفكرة اللي قلتي عليها، لأنه أساساً المدرسة هي مجتمع كتير كبير من كافة الأطفال والشرائح والمجتمعية والنفسية أساساً، رح يرجع الطفل في عنده تعلقات كتير، إنه ممكن يصير عليه تنمر، ممكن يصير عليه إزاءات مثلاً نفسية أو اجتماعية،
بشكل كتير كبير. هلا الفكرة الأساسية إنه أنا أنزل دائما هذا الطفل أنه ضل عم بعمل له شيء اسمه يعني فريش تنظيف تدريب، يعني دائما أنا عوده على كلمة إنه أي شيء بيزعجك عبر عن رأيك حتى قبل ما يدخل على المدرسة، ما تأخذ وتضل أنت عم تخبي بمكنوناتك، لأنه هذا الشيء في مرحلة ما هاد فعليا كيف بيصير غالية. يعني دائما الحالة المتعودين عليها من الأهالي إنه السؤال الأم شو صار معك، تماما أسئلة حتى أساسا قبل ما يدخل على المدرسة، يعني أنت شيء ما عجبك قول لا أنا ما حبيت هذا الشيء، وليه أعطي التفسير إنه أنت ليش ما حبيته، مو خلص لا. وللأسف نحن الأمهات أحيانا بنعمل هيك شيء، مثلا أنا بدي ماما هاي الشغل لا، طب ليش هيك ولا بس انتهى الموضوع. فأنا أساسا لأنه ما في، أنا عم بعطي جواب أساسا غير واضح مشوه، فبالتالي رح يطلع عندي حيعاملني بنفس الطريقة. فأنا دائما بدي أعلمه إنه الشيء اللي ما بيعجبك بتعبر عن رأيك باحترام، بحترم رأي الآخرين بس بقول لا، أنا مكان ما عجبني بقول لا، تصرف ما عجبني بقول ما عجبني، بس بعطي سبب أنا ما عجبني. ودائما كل ما بيرجع ضل مصرة احكي لي شو صار معك اليوم، شو عملته، ما حب يحكي، ممكن يكون مضغوط اساسا هو يعني. فدائما انا بقول له انت ما حبيت تحكي انا جاهزه اسمعك، بحب انا اسمعك، بيسعدني كثير اعرف شو عم بيصير معك، احكي لي. طب ما حكى لي، انتبهي على طريقه العابه، لانه هو عم يلعب رح يفرغ هذا الحديث. كثير اطفال وهي عم تلعب بتنزل وبتعمل كل اسقاط عن اللي كانت سمعانته او عم تتعايش معه، بتنزله على اللعب، بتنزله على طريقه التعامل، بتحسي اذا كان عنده عنف او كان عليه اي مشاكل بينزلها عن طريقه اللعب، فبيحكيها مع ألعابه وبيحكيها مع هالتصرفات. هاي الطريقة اللي نوعا ما ممكن تساعدني، لا يعني مهد الطريق لما يصير عندي مشكلة. يجي آخر شيء تشتكي الأم عندي طفل انطوائي، عندي طفل عم يعاني من مشاكل نفسية واجتماعية ما عم بعرف أتصرف معه، هو بيجمع لك ياهم كلياتهم بعدين بيعطيك ياهم كمشكلة نفسية. حكيتي كلمة كتير مهمة إنه نحنا كلمة لا، في جملة بنشوفها على السوشيال ميديا، يعني هي من قالة انه نحن غلطنا بحياتنا انه باللحظات المفروض كنا قلنا لا، مفروض نقول فيها لا قلنا ايه، تماما، ان كان من الخجل ان كان من الوضع الاجتماعي اللي انه نحن متعودين انه ما نقول فيه لا. هاي لا هي اللي عملت تراكمات لبعدين بمواقف وظروف وقصص ويمكن غيرت مجرى حياتنا كلها لو بوقتها قلنا لا. تماما، صحيح 100%. طيب اليوم على مين التعويل الأكبر بموضوع التكييف، المدرسة أو الأهل؟ للأمانة والصراحة هو بيبدأ من عند الأهل، لأنه أنت بس يكون في عندك فكرة أنه أنا أهلي معوديني على أنه أنا أتكيف على شيء، وإذا ما عجبني أني أعبر عن رأيي، أعبر عن رأيي وأعطي سبب ممكن لاقي حل. لما أنا بكون بالبيت شايف أنه الأم والأب كطفل هن ما عندهم تكيف، للأسف أحيانا بتلاقي الأم بحد ذاتها أو الأب هو ما عنده تكيف بالبيت، يعني رافض الفكرة أو المجتمع اللي عايش معه، والطفل يا سيدتي بيأخذ بالعدوى. يعني لما بدي أشوف الأم دائما متذمرة أو الأب دائما عم يشتكي أو بيقلك أنا مو عاجبني هذا الوضع، مالي حابب، وهي الكلمات اللي نحن دائما بنستعملها لظروف معينة، فهو بده ينقلها مثل ما هي، بده يعطيها شوية مشاعر من عنده ورح ينقلها على جو الآخر. بينما هو لما بده يشوف أنه أنت رغم الظروف الصعبة عم تحاولي تعملي طريقة تتكيفي فيها، عم تحاولي تزبطي أمورك على أنه نوعا ما عم بعمل رضا قبول، نوعا ما في قبول كامل وما في رضا كامل، بيتعود وبينقل منك هاي الفكرة وبينتقل على الطرف الثاني عم يتعود. بالنهاية هو في كلمة بالعامية بيقول لك دائما الطفل هو مراية الأم، الأم أكثر من الأب. يعني أنت كيف ما بتشوفي طفل عرفي أنه هي أمه، لأنه هو مرايتها، بيعكس سلوكها، بيعكس تصرفاتها، حتى بيعكس رداتها. ولكن نشوف أحيانا طفلين بالعائلة كل حدا شكل، تماما، يعني كل واحد تصرفاته شكل، نظامه شكل، نفسيته، عصبيته، قوته، ضعفه. فاليوم نحن قادرين نقول انه اليوم هدول طفلين مرايه امهم، تماما، هن في عندهم نقاط مشتركه من امهم، كل واحد في له شخصيته المتكامله عن حاله، ولكن في نقاط مشتركه بياخذها من الام، ممكن هي طريقه التعامل، ممكن هي ردات الافعال، بس شخصيته ما فيكي انت تقربي عليها، بس هو بياخذ نقاط مشتركه، يعني ممكن رده فعله، ممكن عصبيته، ممكن طريقه المجاوبه اللي بيجاوبك اياها، لانه هو تعامله وتناغمه مع الام اكثر بكثير من تناغمه مع الاب، فبالتالي هو دائما بيكون اخذ صوره اكثر عن الام مع وجود شخصيته الخاصه فيه اللي هي اول 5 سنين بتكون عم تتاسس ولكن من طريق الام. طيب اليوم احنا بهي الظروف وبهذا الوضع اللي عم نعيشه كان اقتصاديا اجتماعيا اخلاقيا اللي بدك اياه، ما بتشوفي بعلم النفس انه اليوم نحن كاهل بحاجه ايضا لنحن نعمل تكييف بهذا الواقع لنقدر نعكس على طفلنا الشيء الايجابي بحياتنا؟ اكيد تماما. يعني اليوم نحن على جميع الجبهات، يعني بدنا نقولها يعني تماما،
فهيك نصائح أخيرة منك لكن حدا عم يشوفنا لليوم. تماما. أول فكرة نحن لازم نحكيها بالنسبة للتكيف أنه أنا كأم أو كأب قاعد بالبيت لازم أعرف أنه أنا مثال يحتذى به كيف ما شئت. حق يعبر عن مشاعري وعن أفكاري سواء بالقبول أو بالرفض، ولكن أعطيها بطريقة لطيفة أو منمقة لأنه الطفل عم بيكون عم بيقلدني بشكل كتير كبير. ثانيا دائما علمه أنه هو لازم يعبر عن رأيه، لازم دائما يقول لا لما بيكون الموقف ما بيعجبه أو ما بيرضي، وإيه ويعبر عن موقفه ودائما يعطي السبب. يعني لا تقول لا وتسكت ولا تقول إيه وتسكت، عبر عن رأيك. دائما خلي يعطي له مساحة أنه هو يحكي يعبر عن آرائه، أخذ رأيه. دائما لما تعطي الطفل مكنونته وقيمته بالعائلة أنه أنت عطي رأيك، شو رأيك بالموضوع؟ لو كانت في أبسط الأمور، لو كان على مبدأ أنه أنا بدي أعمل غدا اليوم، فشو رأيك؟ بحس بكينونته، بحس بوجوده، بحس بقيمته الاجتماعية، وبالتالي بيقدر نوعا ما يصير يطلع لمجتمع عم يقدر يتكيف فيه. بعده عن الخجل، عن الانطوائية، وحاول دائما تكون قريبة منه على قدر المستطاع وقت ما قدرت. وهي أهم نقطة اليوم حكيتيها هي الحوار. ما دام طفلي معودته أنا يحكي، يكون جريء، يحكي كل شيء صار معه بدون ما يخبي أي شيء، فأنا فعليا عن جد حميته مهما تعرض، هو قدران يحكي لي بدون أي خوف وأي تردد. نتشكرك كثير لوجودك معنا غادر. شكرا لوجودك وشكرا لكل النصائح اللي قدمتيها. صباح التاني تجمعنا كثير أكيد بمواضيع تانية. شكرا لكم، صباحكم سعيد.